السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الريف المصري نعرض أهم الملامح. هذه الروعة وهذا الجمال وهذا الهدوء. الريف المصري، التاريخ 13 مايو 2020. هذه أشجار النخيل، أشجار النخيل بجوارها الفسائل، في حاجة لمن يقوم بفصلها ونقلها وزراعتها. هذه هي فسائل النخيل. هذا جانب من روعة الريف. ما زلنا نستكمل الجولة في الريف المصري الرائع. نعم، هناك حنين إلى الماضي، حنين إلى روعة الريف وهدوءه. نتذكر معا هذه الساقية، هذه بقايا الساقية التي كانت تدار بالأبقار أو الجاموس. هذه هي الساقية، والساقية طبعا اسمها مأخوذ من وظيفتها، وظيفتها سقيا الأرض. الساقية مقامة على منطقة دائرية لكي تدور بها البقرة أو الجاموس. هكذا الجدير بالذكر أن الأبقار أو الجاموس كانت تدور في هذا المكان وهي مغماة العين، يعني لكي هذه الساقية لكي تدار، فالبقر أو الجاموس تدور حول هذا المكان الدائري. فلكي تدور البقر أو الجاموس لا بد من تغطية عينها حتى لا تدرك أنها تدور في دائرة مفرغة. نعم، كان يجب أو لا بد من تغطية عين البقر أو الجاموس التي تدور على هذا المدار الدائري، مدار الساقية. نعم، هذه بقايا الساقية التي كنا نسقي بها الأرض زمان، هذه الساقية العادية. ومنذ أيام شاهدت ساقية التي تدار بالجرار لكنها في حالة جيدة وتعمل، أما هذه حالة متهلكة ولا تعمل. أما الساقية اللي هي مشين أو كما يقال عنها الساقية مشين، لأنها تدار بالجرارات أو بالآلة، يقال عنها الساقية مشين أو الزوافة. إذن نحن نتذكر الماضي الجميل الرائع، هذه الساقية العادية، وما زال هذا المدار التي تدور عليه الأبقار والجاموس، المدار دائري لكي تدور عليه، وهي تدور في حركة دائرية لكي تقوم بتشغيل المكينة. الطريف في الأمر، هذه الساقية بجنبها بالضبط مكينة الري، يبقى المزارع أو المزارعون قاموا باستبدال الساقية بماكينات الري، والصورة خير دليل. هذه ماكينة الري التي يقوم بالري بها الآن، وكانت الساقية تقوم بهذا الدور. طبعا الساقية لا تستخدم وقود ولا أي مصادر طاقة، كانت تدار بالأبقار، والأبقار طبعا هو المزارع بيطعمها من حقله، فكانت الحياة بسيطة. إذا تحدثنا عن ماكينة الري، فهذه هي ما تسمى التركيبة،
والتركيبة. طبعا ماكينة الري هذه الماسورة تأتي بالمياه من الترعة، وهذه هي ماكينة الري التي نشاهدها، و المياه تندفع من هنا فيما يسمى التركيبة. والتركيبة بناء خرساني كما نشاهد، تتجمع فيه المياه وتتجه في القنوات إلى الأرض المراد ريه. إذن هذه تسمى التركيبة. إذن ونحن نتذكر الريف المصري، روعته، جماله، هدوءه، نتحدث بكل حنين إلى الماضي الرائع، هذه الساقية التي شاهدناها ونحن صغار، أو بقايا الساقية العادية التي كانت تدار بالأبقار أو الجاموس، واستبدلها المزارعون الآن بماكينات الري الحديثة. مرة أخرى، هذا هو الريف المصري الذي يتميز بالهدوء بالجمال، ونقول حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضياءها على العالمين. شكراً.